بالنسبة اليوم استقلت نوفمبر 2022 تم اتصال بنا من طرف المجلس لتوقيف حروق البريغ فيما يخص عندهم مصاب يتطلب بزعف المصاب بذلك وحديده وتم التعرض على زياده العنف الشديد قالت راسه لشنوط الدجه خربجه على موته وراسه بتاعه بغرفه في راسه دونك هو في نائب الفرد العمليه دي جابوه المجلس لتوقيف حروق البريغ طلبوا المعارضه نتاعها والمساعده عند الحمايه المدنيه وكملت معناها الطاقم الطبي كمل عملها نتاعو كملت عملية جراحية بنجاح والحمد لله المصاب بخير كيما نقولوا الحجم الكبير معناها ويخلوا جيش معناها الشظايا الصغيرة بركة اللي دونك هذيك عمل طبي بحت معناها باش يكملوا معناها الطاقم الطبي و